هذه المسائية من الميادين وفي ملفها الوحيد لليلة. السيد السيستاني يدعو إلى الالتزام بالدستور وحفظ حقوق الكرد في العراق، فهل ينجح مجددا في تصويب المسار؟ حظر الطيران في إقليم كردستان العراق يدخل حيز التنفيذ، بغداد تقرر تسلم الحدود الدولية وحكومة الإقليم ترفض. الولايات المتحدة تعرض وساطتها بين بغداد وأربيل، هل تريد تنفيذ الاحتقان أم تطويق الحكومة العراقية؟ مرحبا بكم. هي الأمر الوحيد الذي يجمع عليه العراقيون ولا خلاف حولها، هي محل الاحترام والتقدير لدى الجميع، وهي صاحبة الكلمة الفصل في المراحل الحساسة للعراق. إنها المرجعية الدينية في العراق التي قالت كلمتها بشأن استفتاء إقليم كردستان العراق، فأعلنت معارضتها الانفصال ودعت إلى الاحتكام للمحكمة الاتحادية العليا والالتزام بقراراتها. كما حذرت المرجعية من القيام بخطوات منفردة بالتقسيم وفرض أمر واقع اعتبرت أنه سيؤدي إلى ردود أفعال داخلية وخارجية وعواقب غير محمودة ستمس الكرد أولا. هذا الموقف الواضح للسيد السيستاني يضع الجميع أمام مسؤولياتهم ويعزز الرؤية الموحدة حيال خطوة الانفصال. فكيف ستتعاطى الأطراف العراقية مع هذا الموقف؟ وهل سيلتزم الطرف الكردي بقرار المحكمة الاتحادية أم إنه سيراهن على الاستعداد الأمريكي للعب دور الوسيط مع بغداد؟ وما هو هدف واشنطن من طرح الوساطة حول ذلك؟ قبل أن نبدأ في نقاش ملفنا الوحيد لليلة، اسمحوا لنا مشاهدين أن نتجه وإياكم إلى غرفة الأخبار في الميادين وموجز لأهم وآخر الأنباء. أهلا بكم. حررت القوات العراقية وألوية الحشد الشعبي سلسلة جبال مكحول في محافظة صلاح الدين، وحررت ناحية العباسي جنوب غرب كركوك بالكامل ورفعت فوق أبنيتها العلم العراقي. قائد الشرطة الاتحادية أعلن أن القوات العراقية حررت مساحة 70 كيلومترا مربعا تضم 23 ناحية وقرية في إطار المرحلة الثانية من عملية تحرير الحويجة. في سوريا يعمل الجيش وحلفاؤه في محور المقاومة على تأمين أوتوستراد دير الزور تدمر، جاء ذلك بعدما أفشل الجيش وحلفاؤه الهجوم العنيف الذي شنه تنظيم داعش على نقاطهم بين بلدتي أشولة وكباجب بريف دير الزور الجنوبي الغربي. قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إرسال خبراء دوليين للتحقيق في ارتكاب جرائم حرب في اليمن. هذا القرار يطلب من المفوض السامي لحقوق الإنسان تشكيل لجنة خبراء دوليين وأقليميين لمدة عام على الأقل لتجري فحصا شاملا لكافة انتهاكات حقوق الإنسان المفترضة من أطراف النزاع كافة منذ أيلول سبتمبر عام 2014. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تقليص عدد أفراد البعثة الدبلوماسية الأمريكية في كوبا وتعليق إصدار تأشيرات الدخول في سفارتها في هافانا لفترة غير محددة. وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قال إن التخفيض يأتي على خلفية العوارض المرضية التي تعرض لها نحو 21 دبلوماسيا أمريكيا. أضاف أن الأمر صدر بإخلاء جميع المواطنين الأمريكيين وذويهم باستثناء طاقم الطوارئ والذي سيبقى هناك ليدير مهامه اليومية. ختاما عودة لمتابعة المسائية مع رامية. إليك رامية. شكرا لك دينا. إذا حذرت أو أعلنت المرجعية الدينية العليا في العراق معارضتها انفصال إقليم كردستان العراق وأبدت أسفها لمحاولات تقسيم البلد. ممثل المرجع السيد علي السيستاني إمام الجمعة في كربلاء المقدسة السيد أحمد الصافي دعا جميع الأطراف إلى الالتزام بالدستور والاحتكام إلى المحكمة الاتحادية العليا لحل أزمة الإقليم. إن المرجعية الدينية العليا التي طالما أكدت على ضرورة المحافظة على وحدة العراق أرضاً وشعباً تدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالدستور العراقي نصاً وروحاً والاحتكام فيما يقع من المنازعات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم إلى المحكمة الاتحادية العليا.
وحذرت المرجعية من أي خطوات منفردة نحو انفصال كردستان عن العراق وتقسيمه. السيد أحمد الصافي قال إن أي خطوة في هذا الاتجاه ستؤثر بالدرجة الأساس على المواطنين الكرد لما ستجره من خطوات داخلية وخارجية. الصافي دعا إلى الاحتكام إلى الدستور فيما يخص أي خلاف بين الأفرقاء السياسيين، مشددا على وحدة الشعب العراقي وعدم المساس بمكوناته كافة. وتلعب المرجعية الدينية مشاهدينا العليا في العراق دورا كبيرا في مستقبل البلاد وتاريخها، وعلى الرغم من ندرة كلامها ومواقفها إلا أنه دائما ما تحدث مواقف السيد السيستاني تحولات جذرية في مسار الأحداث تصب دائما في مصلحة العراق ومواطنيه. علي مرتضى. منذ تأسيسها لعبت المرجعية الدينية العليا في العراق دورا مفصليا في مجمل الأحداث التي مر بها هذا البلد. برزت بشكل كبير مع دخول الاحتلال الأمريكي إلى البلاد عام 2003، حيث كان لفتوى المرجع الديني السيد علي السيستاني الأثر الكبير في منع انفلات الأمور وعودة الفتنة التي كان يسعى إليها المحتل، وهو رفض استقبال العديد من قادة الاحتلال الأمريكي الذين سعوا للقائه. للسيد السيستاني مواقف مفصلية مختلفة في عملية بناء الدولة العراقية، هو الذي حرص على أن يكتب الدستور بأياد عراقية وساعد في منع الأمريكيين من التغلغل في الحكم، مطالبا بالسماح للعراقيين أن يحكموا أنفسهم. على قلة مواقفها إلا أن المرجعية عندما تتحدث تحدث أفعالا كبيرة في الساحة العراقية، الأمر الذي ظهر جليا في مرحلة ما بعد الانهيار الأمني في البلاد. حينها أصدرت المرجعية العليا فتوى اعتبرت تاريخية، دعا فيها السيد السيستاني إلى الجهاد الكفائي للدفاع عن العراق، الأمر الذي أدى إلى تطوع عشرات الآلاف من المقاتلين في القوات الأمنية وإنشاء تشكيلات قتالية جديدة عرفت لاحقا باسم الحشد الشعبي، الذي أضحى قوة أمنية عراقية رسمية حققت العديد من الإنجازات وساعدت في تحرير معظم المناطق التي احتلها داعش. حرص المرجعية على العراق لم ينحصر يوما في أمور الدفاع عن البلاد أو التوجيه السياسي، فقد كان للمرجعية مواقف اجتماعية عديدة أيضا دعت إلى تكاتف العراقيين من كل الأديان والأعراق والحفاظ على الوحدة الوطنية، وهو ما تكرر مع كلام السيد السيستاني الأخير عن رفضه انفصال إقليم كردستان وإصراره على وحدة العراق. موقف سينعكس بالتأكيد على مسار الأحداث في هذا البلد، ولا سيما أن كل الشواهد السابقة تؤكد أن مواقف المرجعية في العراق دائما ما تقلب الموازين وتحول مسار الأحداث بشكل تاريخي، حيث لكلام السيد السيستاني صدى ضخم في نفوس كل العراقيين من كل الطوائف والأعراق، ما يجعل موقف المرجعية السلبي تجاه انفصال الإقليم مفصلا هاما ومؤثرا في مسار تطور هذه الأزمة في بلاد الرافدين. للنقاش ينضم إلينا من واشنطن محرر شؤون الأمن القومي في صحيفة واشنطن تايمز السيد جاي تيلر، ومن العاصمة العراقية بغداد ينضم إلينا رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري. مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور الشمري، منذ حزيران الماضي وقد أعلن البرزاني جرى الاستفتاء في 25 من الشهر بعد أيام على إجرائه وصدور النتيجة، نسمع هذا الموقف الهام جدا للمرجعية الدينية الرافض لانفصال الإقليم وطلب الاحتكام للدستور المحكمة الاتحادية، لماذا الآن برأيكم؟ شكرا على استضافة، تحياتي لك سيدتي ولضيفك ولمشاهدي قناتكم الكرام. لماذا الآن تحدث السيد السيستاني؟ يبدو أن الأمور وصلت إلى طريق مسدود، خصوصا فيما يرتبط بالأخوة الكرد. هنا تحدث عن المسؤولين الذين لم يراعوا الثوابت الوطنية أولا، والأمر الآخر لم يتطابق موقفهم أو حتى تصريحاتهم مع أولا النظام السياسي وطبيعة السلطات الاتحادية، بالإضافة إلى رفضهم الدستور بشكل كامل وحتى قرارات المحكمة الاتحادية. ولذلك يبدو أن السيد السيستاني استشعر خطرا بالتحديد، سيما وأن النزعة الانفصالية هي التي تطغى. السيد السيستاني يتحرك في على أساس المصلحة العليا للبلاد، وبالتالي هذا يؤشر لنا بأن الأمور وصلت إلى درجة بأن تحرك السيد السيستاني ومن ثم تقديم النصح فيما يرتبط بالعودة إلى الدستور والحوار
وعدم التفكير بالانفصال يوضح لنا بأن هناك خطر كبير يمس العراق. يعني من وجهة نظري بأن القضية قد تتوازى بشكل كبير مع خطر تنظيم داعش. داعش الذي استهدف العراق لم يكن هدفه فقط النظام السياسي، وإنما تقسيم وتفتيت العراق واستهداف اللحمة المجتمعية الموجودة، المكونات المجتمعية. هذا الاستبداء هو بوابة للانفصال، وبالتالي سيكون له تداعيات كبيرة. السيد السيستاني يريد أن يحقن الدماء، خصوصا وأن هذه النزعة الانفصالية التي باتت تتغول ومن ثم تدفع باتجاه مزيد من العنصرية والتفرقة ما بين أبناء ومكونات المجتمع العراقي، دفعت بالسيد السيستاني أن يتدخل، خصوصا وأن كل النصح الذي قدم ابتداء من الحكومة الاتحادية الدكتور حيدر العبادي، الشركاء بالنسبة للسيد مسعود برزاني، الدول الإقليمية العربية وحتى حلفاء السيد مسعود برزاني، أنا أتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية، يعني قدمت النصح بضرورة عدم إجراء الاستفتاء. لكن يبدو دكتور أن الشمري هناك يعني أشرت لنقطة آخر مهمة الآن ما له علاقة بالتوقيت الحساس الذي استشعرته بطبيعة الحال المرجعية الدينية، وقد يعني استعرضنا ولو كان بشكل مكثف لدور المرجعية، وبطبيعة الحال عندما تدخل في المراحل الحساسة وربما نسأل إن كانت تستطيع الآن تصويب المسألة. لكني سأقف عند هذه النقطة وأنقلها للسيد تال، ومن ثم أعود إلى ما كنت تريد أن تكمل فيه. سيد تلر، انطلاقا مما قاله دكتور الشمري، يعني بعد كل المواقف التي جاءت وحتى الخطوات نسمع هذا الكلام من المرجعية الدينية، وعادة دائما يكون خطابها هادئ وتحدد وكأنه خارطة طريق للخروج من الأزمة. برأيك نحن أمام مرحلة الهدوء والتفكير أم أنه سيذهب الأمر إلى مزيد من التصعيد؟ آمل أن لا نتحرك أو نتجه نحو المزيد من التصعيد. أعتقد أن ما نرى الكثير من التصريحات المبالغ بها، تصريحات تصعيدية، وهذه التصريحات تعكس الصدمة الإقليمية. كون حكومة البرزاني والأكراد في حكومة إقليم كردستان بالفعل أمضت بهذه أو اتخذت هذه الخطوة بإجراء الاستفتاء، وأعتقد أن الحكومة الأمريكية، وهذا يساعد على تفسير وشرح الخطاب الذي سمعناه من واشنطن، وهذا الخطاب لا يدعم بشكل كامل الاستفتاء. الحكومة الأمريكية أيضا تشعر بأن الأمن العام في المناطق المحيطة بإقليم كردستان، هذا الأمن قابل للتدهور، وبالتالي هذا التوقيت ليس التوقيت مناسب. بالتالي لم تريد واشنطن إجراء استفتاء بهذا الوقت. يمكن أن نطرح أسئلة، هل أن الدبلوماسيين الأمريكيين يعملون خلف الكواليس دعما لاستقلال حكومة إقليم كردستان؟ ولكن في العلن من المثير للاهتمام أن تصريحات السيستاني بشكل معين هي تنسجم مع الخطاب من واشنطن، ليس بالضرورة من إدارة ترامب الجديدة في البيت الأبيض، ولكن هذا الخطاب نسمعه من قبل أشخاص مثل بريت ماكيرك، وهو من المؤسسة، وهو أيضا الممثل للتحالف الدولي ضد داعش. وهذه التصريحات هي تصريحات واضحة وتصريحات تعكس مقاربة لنرى وننتظر، لأن الموقف في واشنطن هو أن الولايات المتحدة كذلك لا تريد أن ترى المزيد من صفقة الدماء. كما أن السيستاني أيضا تحدث بهذه بتصريحاته كما أشار الزميل والضيف الآخر. إذا أعتقد أن السؤال الأكبر إلى أين سنتجه، هل سنرى تصعيد؟ وأعتقد أن النتيجة النهائية مرهونة بالأطراف الإقليمية الأخرى، الأطراف الإقليمية التي قد تشارك بالجيوش، خاصة تركيا وإيران. ما هي الخطوات التي قد تتخذ من قبل تركيا وإيران على الأرض ردا على كل هذه الأحداث؟ وهل هناك هدوء بما يكفي لينتظروا ونرى الحوار؟ هل من الممكن حتى لبغداد أن تجري حوار مع أربيل؟ أعتقد
أعتقد أيضا أن النقطة الأخيرة مهمة حول الموقف الأمريكي. الولايات المتحدة تقريبا اضطرت إلى أن تختار بين بغداد وأربيل، وفي الحرب ضد داعش خلال العامين الماضيين الجيش الأمريكي وحتى المجتمع الدبلوماسي الأمريكي كانت له علاقة ناجحة بشكل من الأشكال مع بغداد، وأيضا علاقات ناجحة مع أربيل. ولكن لا أعتقد أن الحكومة الأمريكية تريد أن تضع هذه العلاقة مع بغداد بخطر من خلال الدعم كل هذا العالمي كلام مهم للفكرة تايلر. فكرة الحكم الذاتي. طيب سيد تايلر، بكل الأحوال ما تقوله يعني مهم جدا، وسأحيل كل هذه النقاط الدكتور سمري. وبينما أنت تتحدث أيضا صدر يعني عن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون بعض المواقف المهم يعني أن نردها، لأنه رجل قال أنه واشنطن لا تعترف باستفتاء إقليم كردستان الذي أجري من جانب واحد، وطلبت من الجميع الهدوء وبطبيعة الحال إيقاف حملات التهديدات والإجراءات التي يعني بدأت ما بعد يعني إجراء هذا الاستفتاء. هذه النقطة أحيلها إليك دكتور الشمري، والعديد من الأسئلة طرحها حقيقة سيد تيلر. أنت ما رأيك بالموقف الأمريكي؟ تراه موقفا واضحا صريحا كما الذي سمعناه الآن حول يعني ما نقلناه عن وزير الخارجية الأمريكي، أم أنه أيضا ما غمز إليه سيد تيلر بأنه ربما يكون هناك عمل بالخفاء لدبلوماسيين أمريكيين؟ يعني المستوى الرسمي نعم الموقف الأمريكي واضح أن رفض الاستفتاء، بل دفع بأكثر من مسؤول مثل ما أشار ضيفكم مبعوث التحالف الدولي بريت ماكارك كان يتواصل مع سيد مسعود برزاني ونقل رسائل هناك من الإدارة الأمريكية إلى سيد مسعود برزاني بضرورة يعني عدم المضي بالاستفتاء. السفير الأمريكي كان يتواجد يعني في أربيل بشكل مكثف كثير، حتى وصل الأمر لأن كانت هناك اتصالات من أعلى المسؤولين، لكن يبدو بأن سيد مسعود برزاني كان ماضي من أجل يعني القضية هنا لا تتعلق بفرض سياسة الأمر الواقع على العراق على الأرض، ولكن أيضا على حلفائه. على المستوى الآخر نعم أنا وجدت أن هناك بعض المسؤولين هنا السابقين بالتحديد قد يكون هم الدافعين للسيد مسعود برزاني ويعولون كثيرا على تغير المزاج الأمريكي، ويبدو أن المزاج الأمريكي الرسمي إلى حد هذه اللحظة يبدو ثابتا. ما أشرت إليه من عاجل يظهر على شاشتكم يعني تيلرسون أوضح بأن لن يكون هناك اعتراف بنتائج الاستفتاء، لأنه يعني على المستوى العراقي هو غير يعني لا يستند إلى الدستور ولا يستند إلى التوافق الوطني في هذا الجانب. من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية هي أن تدعم العراق وتدعم حكومة العراق، ويبدو أنها ماضية بهذا الاتجاه، لأن ليس من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، والعراق نجح بتخطي داعش هذه المنظومة الإرهابية التي أرادت تقسيم العراق، ليس من مصلحة واشنطن الآن أن تمضي مع نزعة انفصالية. لذلك أنا هنا أبين ما بين المستوى الرسمي الذي لا زال ثابتا على أقل تقدير، وهناك مسؤولين سابقين. وربما دكتور الشمري يعني سامحني على المقاطعة، ما أشار إليه سيد تيلر بأنه في مفاضلة الآن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية بين الحكومة المركزية وأربيل، لا يبدو كما قال أنه ستفضل أربيل. ما أريد الإشارة إليه انطلاقا من السؤال عن حقيقة الموقف الأمريكي، لأنه المرجعية تنبهت أو نبهت من نقاط غاية في الأهمية لها علاقة بضرورة أن يكون الأمر احتواء داخل العراق، يعني تسد الأبواب أمام أي تدخلات، وصفتها أيضا التدخلات الإقليمية وحتى الدولية. لذلك ربما استبيان المواقف الأخرى أو حتى تكون واضحة ضرورية في هذا التوقيت، صحيح؟ أنا أتفق معك سيدتي، يعني الخطر الأكبر ليس بالاستفتاء، هناك قناعة وإيمان بأنه لا يحظى بمقبولية أصلا داخل إقليم كردستان، لكن المشكلة الأكبر والقلق الأكبر هو ذلك الاستدراج الإقليمي وحتى الدولي، أو أن الهدف الأساسي أو حتى الغاطس من هذا الاستفتاء ونتائجه هو عملية تدويل لقضية إقليم كردستان والمضي نحو ما يسمى بدولة كردستان. هذا هو الخطر جدا، ومن ثم قد يكون هناك اشتباك كبير جدا. هذا أولا. الأمر الآخر، المرجعية حينما يعني ركزت على موضوع
أن يكون هناك حوارا داخليا بعيدا عن هذه الأطراف، لأنها تستشعر بأن جميع الأطراف له مصالحها. يعني من يفكر في قضية يعني الإقليم أو حتى يندفع باتجاه التنسيق، هو يفكر بمصالح أو الأمن القومي له. أكثر من ذلك، قد يكون السيناريو الأسوأ إذا ما مضى مسعود البرزاني نحو الانفصال، فهناك اجتياح لشمال العراق، وبكل الأحوال سيكون ثمنه باهظا ليس على أقليم كردستان سيدتي، وإنما على العراق بشكل كامل. لذلك هنا يكمن الخطر في هذه المحاور الثلاث التي تستشعر المرجعية بأن الاستقواء أو استدراج الخارج سيكلف كثيرا. طيب دكتور الشمري، بكل الأحوال نحن أمام توقيت انخفاض منسوب الكلام أو يعني مستوى الخطاب في إقليم كردستان العراق، وتحديدا السيد مسعود البرزاني يتحدث عن دعوات للحوار، إن كانت تلك التي نقلت من الدكتور إياد علاوي ويبدو أن البرزاني يقبلها، الحوار الذي تتحدث واشنطن ربما ترعاه، أو حتى في مضمون المبادرة التي طرحها علاوي أن يكون هناك ربما وساطة أممية أو حوار داخلي عراقي كما تنبه لربما على ما فهمت المرجعية الدينية. أي من السيناريوهات قد نرى إذا استبعدنا سيناريو التصعيد؟ سنناقش ذلك ولكن بعد هذا التقرير الذي يؤسس لهذه النقطة. إذا مشاهدينا، مرحلة ما بعد الاستفتاء تتصف بميل كردي نحو الهدوء النسبي، فهل هي العودة إلى أرض الواقع؟ وماذا عن تأثير المرجعية الدينية العليا على مكونات الشعب العراقي ككل؟ غراسيا بيطار. بترقب حذر يلف العراق تمر الأيام على استفتاء كردستان. ما نسمعه في التصريحات من الطرفين لا يعدو كونه حتى الآن قنابل صوتية. بغداد متمسكة بالدستور، تتوعد الإقليم بحظر متدرج وتعول على ردود فعل متصاعدة من جارتيها تركيا وإيران. أما مسعود برزاني الذي دعا سابقا الحكومة المركزية إلى تقبل الأمر الواقع، فبدأ على ما يبدو ينزل إلى أرض الواقع. الداخل العراقي يغلي، كان لابد من كلمة تنويرية تتولى توضيح الرؤية بعد غبار الاستفتاء. فهل من يسمع في العراق كلام المرجعية الدينية العليا التي خرجت عن صمتها بعد استشعارها أن وحدة العراق في مهب حرب أهلية؟ المؤكد أن الاستنفار بين الطرفين ما يزال على حاله مع تسجيل شبه استفاقة ربما لدى برزاني، فالتصريحات الكردية تهدأ تدريجيا وتتمسك بالحوار. وهنا السؤال، على ماذا عول برزاني ليتسلح بتلك الثقة الفائضة بالذات فيخوض مغامرة الاستفتاء ويخاطب بغداد كند أي كدولة وليس كمكون عراقي داخلي؟ وهل بدأ يعتقد أصلا أن العملية هي مغامرة فعلا؟ وماذا يمكن لإسرائيل الداعم الأول للاستفتاء أن تفعل لدعم أحباب إسرائيل كما يصف الإسرائيليون الكرد؟ لدى الجانب الكردي بدأ الحديث عن حق المقاومة المقدس إذا ما لجأت بغداد إلى التحرك العسكري، وفي ظل هذه التصريحات لا بد من التعويل على كلام السيد علي السيستاني. فهل يقفل ملف الاستفتاء بالاحتكام إلى المحكمة الاتحادية العليا، أم إن العوامل الخارجية ستتغلب على المشهد؟ أمام أي تصعيد كردي الجاهزية التركية والإيرانية واضحة للدفاع عن أمنهما القومي، والدبلوماسية التركية بدأت التحضير لعقد قمة ثلاثية بين أنقرة وبغداد وطهران قريبا. يقف المشهد العراقي على مفترق، إما تجميد مفاعيل الاستفتاء أو التصعيد الداخلي، وفي الانتظار ها هي واشنطن تبشر بصراع طويل عبر طرح نفسها وسيطا بين بغداد وأربيل. نعود إلى ضيفينا، ومن خلاصة تقرير الزميلة غراسيا بيطار أعود إليك سيد تايلر بسؤال عن هذا العرض الذي فهمنا أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدمه للحوار. أي حوار؟ يعني هي من تخاطب؟ حوار تقوده من مع حكومة بغداد باتجاه أربيل أم ماذا؟ ما الذي تتوخاه من مثل هكذا دعوة في هذا التوقيت؟ Yes, I think we're
أعتقد الدعوة هي للحوار بين أربيل وبغداد، والحكومة المركزية العراقية في حال مارست الضغوط لحوار منفصل بين تركيا وبغداد وإيران، يجب أن تكون هناك مشاركة أيضا بشكل من الأشكال، مشاركة من قبل قيادة حكومة إقليم كردستان. أعتقد يجب أن نطرح علينا السؤال بشكل صريح، هل العراق على وشك الحرب الأهلية كما ذكر بالتقرير؟ نعم، هذا السؤال يستحق أن نطرح هذا السؤال، وأيضا يجب أن نعود ونتذكر من هم العناصر التي تحمل السلاح على الأرض تحت مظلة الحكومة المركزية العراقية. أهم العناصر هم البشمركة، هناك البشمركة وهناك الجيش العراقي، وهذه الجهات هي التي قد تدخل بتصادم في حال كان البلد بالفعل على حافة الحرب الأهلية. ولكن ما نراه حقيقة اليوم خاصة بالحويجة بالشمال، نرى أن البشمركة وأيضا قوات الجيش العراقي، هذه القوات تقاتل جنبا إلى جنب مع بعضهما، وأيضا بنفس الطرف بنفس المعسكر ضد الحملة المستمرة بوجه داعش. إذن أعتقد أن ربما نستبق الأمور عندما نقول أن هذا الاستفتاء لا يعلن الاستقلال لحكومة إقليم كردستان. الاستفتاء ربما تجربة للرأي العام داخل حكومة إقليم كردستان، ولكن هذا الاستفتاء هل أدى بالفعل إلى قرب الحرب الأهلية؟ أعتقد أن هذا يزيد من أجواء التصعيد. بالتالي أكرر مرة إجابة على السؤال، أعتقد أن الأمريكيين يسعون إلى الحوار، حوار يشمل بغداد وأربيل، وفي حال تضمن هذا الحوار أيضا تركيا وإيران، لا أعتقد أن الأمريكيين سيمانعون ذلك. أعتقد أنهم ربما يعارضون دور إيراني كبير، ولكننا نستبق الأمور أعتقد بهذا الوقت بالحديث عن التصعيد. لكن سيد سالر، يعني يبدو التوقيت مريب، يعني في مثل في العراق يقول يعني بعد خراب البصرة، يعني منذ شهور تم إعلان عن الاستفتاء وأجري الاستفتاء وكانت كثير من التهديدات، وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية الآن لتقول أنا سأرعى حوار، وكأن تريد أن تقول أنا المظلة الحامية، لولاي لا يكون هناك أمان في العراق، أنا من يستطيع أن يحل أزمات العراق، تريد أن يكون المشهد متأزم، لذلك تراجعت إلى أن وصل التأزيم. ما رأيك بذلك دكتور الشمري؟ الولايات المتحدة الأمريكية هي في نظر الكرد ما بعد عام 2003 وحتى ما قبل ذلك على مستوى تسعينيات القرن الماضي هو طرف ضامن وحليف استراتيجي طويل الأمد، ولذلك في أغلب الأحداث والمواقف والمفاصل والانسدادات في العملية السياسية ما بعد عام 2003 الكرد كانوا يتموضعون خلف الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى الامتيازات، على مستوى المكاسب. فيما يبدو بأن هذا الحليف الآن يعني يبدو أن هناك إعادة تقييم لهم من قبل كردستان وعملية تحول، يعني خصوصا في ظل بعض التقارير الإعلامية هنا تحدث التي أشارت عن وجود حليف جديد، هنا تحدث عن تل أبيب بالتحديد و طبيعة الدعم الذي يقدم هناك من قبل اللوبيات إلى فكرة الاستفتاء ومن ثم الانفصال. لكن هذا لا يعفي بكل الأحوال من أن الولايات المتحدة الأمريكية ستستمر يعني في طبيعة العلاقات أو محاولة تقريب وجهات النظر. أنا ما أسأل عن جدية وصدقية النوايا الأمريكية دكتور الشمري، يعني الآن تدخل الولايات المتحدة الأمريكية على الخط وتقول أنا أرعى الحوار ويمكن أن أقرب وجهات النظر، ربما تريد أن تكون موجودة الآن في المشهد، ما الذي، هل بالفعل العراق يحتاج إلى مثل هكذا دور لرعاية حوار؟ ما الذي يمنع أن يكون الحوار بالفعل بين أربيل وبغداد؟ تسمح لي أن أؤجل الإجابة على هذا السؤال لنضيف أيضا يعني طرف مهم في هذا النقاش، وينضم إلينا من أربيل الدكتور عبد السلام برواري، هو عضو قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني. دكتور برواري مرحبا بكم، اسمح لي أن أعود إليك لبداية النقاش، تلك الدعوة التي والموقف الذي خرج عن المرجعية الدينية بأن يكون هناك احتكام للحوار للدستور للمحكمة الاتحادية مع ضرورة مراعاة الحكومة المركزية لحقوق كافة المكونات وتحديدا بالنسبة للمكون الكردي في الجسد العراقي، كيف تتعاملون مع مثل هكذا موقف؟
يعني هذا الموقف كان منتظر، ونحن نقدر هذا الموقف وشعور المسؤولية. والمعروف عن آية الله العظمى الثاني بأنه كان دائما إما ينهى بنفسه عن تصريحات سياسية واتخاذ مواقف، بعض الأحزاب كانت تحاول تتقوى به وتحرك الشارع، ولكنه قام بما كان هو منتظر به. هنا في كردستان في الحقيقة تم تلقي النداء بارتياح، فيه شعور بالمسؤولية، فيه تخفيف لهذه الهستيريا الإعلامية والتسابق على إطلاق التصريحات النارية في بغداد. القلق الذي أولدته، أنا عندي أصدقاء كثيرين من الإخوة العرب هنا في أربيل من الإعلاميين وغيرهم، صدقي يعني يسألوني يوميا ماذا سيحل بنا إلى آخره، يعني إلى هذا الحد أثرت بهم الدعاية. وهذا هو بالحقيقة موقف الثاني يتآلف مع موقف قيادة الثانية منذ شهر يونيو عندما تم اتخاذ قرار تنفيذ الاستفتاء. نحن نقول دائما اتركوا شعبنا يجي برأيه، لن يحدث أي شيء، فقد نريد أن نؤكد للناس أن هذه هي رغبة الشارع الكردستاني. والاستفتاء أثبت ذلك. بعدها قلنا أول ما طرف سنتوجه للحوار معه هو بغداد، ولن المسعود البازاني أكد أكثر من مرة بأننا بأي حال لن نسمح المجال بأن يحول البعض الخلافات إلى مسار يؤدي إلى أزمة أو إلى تصادم، فهذا آخر ما نفكر به ولن نفعله. لذلك الموقف مرحب به ودليل على شعور المسؤولية. ماذا بعد الترحيب سيد البرواري؟ يعني وضعت المرجعية أسس ربما قد تكون قاعدة مشتركة للجميع، الاحتكام للدستور العراقي، المحكمة الاتحادية، طيب. ويفتح آفاق الحوار. لنكون صريحين، يعني المرجعية الشيعية مرجع ومرجع الشيعة، وإذا كان هؤلاء أساس الذين يعني يحكمون باسم الناخب الشيعي يجب عليهم أن يحترموهم قبل غيرهم رغبة المرجع الديني. نحن باقون على موقفنا، ندعو إلى الحوار. بغداد هي التي أغلقت الباب أمام الحوار مؤقتا، والعقل يدعو إلى أنه أن يبدأ. الدكتور أياد علاوي بدأ مبادرة، المبادرة أعتقد جيدة وستكون أساس للحوار ليجلس الطرفاء على. طيب دكتور برواري سامحني على المقاطعة، يعني كان قبل الاستفتاء كان في يعني قرار من المحكمة الاتحادية لتجميد الاستفتاء إلى النظر في حيثيات القانونية، لم يقبل ذلك من إقليم كردستان العراق ومضي بالاستفتاء. يعني عندما تقول المرجعية الاحتكام المحكمة الاتحادية، يعني كان يفترض أن تكون مقبولة قبل موضوع الحوار وعدم الحوار، لم يقبل أساسا هذا القرار من المحكمة الاتحادية. المرجعية قالت الاحتكام للدستور، وعندما صدر هذا القرار طعنت به الجهات هنا لأن القرار كان سياسيا ولم يكن دستوريا. ببساطة الدستور به مادة تقول أن كل ما لم يرد في الدستور فهو من حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنضوية إلى أقاليم. الدستور لا يتضمن أي نص يعطي الحكومة الاتحادية حصرا إجراء الاستفتاء، ولا يعطي أي إشارة إلى منع الأقاليم من إجراء الاستفتاء. لذلك منذ البداية كنا نتوقع هذا الموقف، وكنا نعرف أن الاستفتاء هو لأجل الاستقلال، والاستقلال نفسه هو الذي يثير كل هذه المخاوف لا الاستفتاء نفسه. وكنا متأكدين كما كنا في مسألة النفط، اتهمونا بست التهم نعم. وعدم دستورية، وبالأخير تعاملوا مع الواقع لأننا. طيب دكتور برواري تسمح لي أن أنقل هذه النقاط للدكتور الشمري مع الإشارة إلى أنه الدستور العراقي يعني يشير في المادة الأولى أنه العراق دولة يعني اتحادية، وبطبيعة الحال تقرير المصير يكون للعناصر أو لمجموعة يعني تحت الاحتلال. دكتور الشمري ما رأيك؟ نحن نتحدث عن استفتاء لا على استقلال. استفتاء ليس له علاقة بالمادة الأولى، توكيلي لا نخوض المهم. هو استفتاء لشو؟ لماذا يعني استفتاء؟ لماذا للانفصال؟ ما يعني السؤال المطروح، هل تريد لإقليم كردستان والمناطق الكردستانية أن تكون دولة مستقلة؟ هذا ما طرح واستفتي فيه الكرد. وماذا حصل بعدها؟ هل إعلانها؟
الخطوات التي سيتم تحديد عامل السنتين التي تحدث عنها السيد البرزاني حتى في مضمون يعني مبادرة دكتور علاوي، أنه إيقاف وتجميد الانفصال لمدة عامين، يعني بعد عامين سيكون هناك الانفصال بطبيعة الحال بعد أن يكون هناك حل النقاط العالقة. هذا ما فهمته أنا حتى من نص المبادرة المقبولة بالنسبة للبرزاني على ما فهمنا. هذه نقطة تفاوض، نقطة تفاوض أختي، هذا ليس قرارا، هذا ليس موقفا نهائيا. نقطة تفاوض، الطرفان الذين يقبلون بالدخول في التفاوض سيبحثان هذه النقطة ولا يفرضها أي طرف على طرف آخر. هذه ليست مفاوضات، إذا كان طرف موقفا على طرف آخر فلا داعي لل. طيب دكتور سمري، ما رأيك بهذه النقطة، وإلى أي حد يمكن أن يكون هناك باب الحوار مفتوح عراقيا؟ هنا أتحدث يعني عن ما يفكر به الدكتور حيدر العبادي أو حتى ما طرحه بالتحديد على اعتبار أنه رئيس الحكومة الاتحادية. يعني ما قبل الاستبتاء هو اندفع باستراتيجية اليد الممدودة إلى الأخوة الكرد وطالب بحضورهم إلى بغداد للتفاوض من أجل حل الملفات العالقة، ووضع خارطة الطريق على أساس الدستور لحل الأزمات العالقة ما بين الطرفين. لكن مضت الأمور وفق ما يفكر به أساسه هناك في إقليم كردستان، وجرى الاستفتاء ونتائجه مع يعني تحدثنا عن عدم استماع للنصح وحتى لطبيعة المصدات. ما بعد الاستفتاء أنا أعتقد يعني وقع المحظور أولا، وأيضا أدركت بغداد بشكل لا يقبل النقاش أو بدون غبار بأن الأخوة هناك ماضون إلى الانفصال، ولذلك بغداد ترفض أن يحضر الوفد الكردي مع نتائج الاستفتاء. هذا قرار متخذ بشكل كامل. باب الحوار مفتوح، حل الملفات العالقة ووضع خارطة طريق ومدد زمنية للملفات العالقة على أساس الدستور، لكن ليس على أساس نتائج الاستفتاء. الاستفتاء لا يحظى بنص دستوري، وأيضا رفضته لا ليس فقط الحكومة الاتحادية إنما البرلمان العراقي وأيضا المحكمة الاتحادية. لكن أن يحضر الكرد الآن على أساس النتائج وأن يتم إعطاء امتيازات جديدة أو مكتسبات جديدة خارج الإطار الدستوري أو القبول بسياسة فرض الأمر الواقع، بغداد لن تتعاطى مع هذا الموضوع بشكل كامل. طيب دكتور الشمري، وصلنا لنقطة يعني بأنه بغداد إما أن يكون رئيس الإقليم يخرج ويقول إلغاء نتائج هذا الاستفتاء وكأنه لم يكن ومن ثم الحوار، أو ما تقوله أربيل، الاستفتاء أو لا حوار، هذه الدائرة ما الذي سيكون بعدها؟ سنناقش ذلك بطبيعة الحال معك ومع ضيوفنا بطبيعة الحال الذي سيبقى معنا أيضا دكتور برواري وسيد تلر وأنت أيضا دكتور الشمري ومشاهدينا. فاصل قصير ونواصل المسائية. أهلا بكم من جديد في المسائية من الميادين. أعلن وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده لا تعترف بالاستفتاء الذي أجرته حكومة إقليم كردستان من جانب واحد على الانفصال. الوزير أكس تيلرسون دعا للهدوء ووقف تبادل الاتهامات والتهديدات بإجراءات متبادلة عقب الاستفتاء. إلى ذلك أعربت أيضا الولايات المتحدة وعلى لسان المتحدثة باسم خارجيتها عن رغبة واشنطن في تسهيل حوار قد ينتج عنه تفاهم بين بغداد وحكومة إقليم كردستان بهدف تطويق التوترات الحالية إثر الاستفتاء. محمد كريم. الشعور بخيبة أمل عميقة من توقيت قرار حكومة إقليم كردستان العراق إجراء الاستفتاء. يمكن أن يكون الموقف الأكثر وضوحا للأزمة في شمال العراق. الخارجية الأمريكية تؤكد أن علاقتها التاريخية مع الكرد لن تتغير، فيما الاستفتاء غير ملزم لكنه يزيد المشهد الأمني تعقيدا. نقدر القلق الذي يعتري العديد من دول المنطقة، والولايات المتحدة لن تقدم على أي فعل من شأنه تأجيج التوترات في الإقليم. نريد تجنب أي موقف قد يسهم في المزيد من زعزعة الاستقرار. هو موقف لم يكن ضد الاستفتاء جملة وتفصيلة، لكنه لم يخلو من التحذير من مغبة توقيته مع محاولة واشنطن تأجيله ومعالجته بالحوار مع الحكومة في المركز. الكرد
أجروا الاستفتاء، فيما الولايات المتحدة لا تجد ما يهدد قواعدها وتسهيلاتها العسكرية وعملياتها المنطلقة من الإقليم أو وجودها الدبلوماسي. ما حدث من اتفاق أو أرضية مشتركة ما بين العراق وإيران وتركيا حول موضوع النووي، هذا لم يحدث في التاريخ الحديث في أي موضوع في أغلب الموضوعات وإلا في هذا الشأن، فبالتالي هذا يعني بالنسبة لواشنطن المزيد من الارتباك، المزيد من عدم الوضوح. هنا المشهد تحت هذه القبة يبدو أكثر وضوحا للموقف الأمريكي، فالكونغرس يميل بغالبيته للانسجام مع الموقف الإسرائيلي المؤيد للانفصال وإنشاء دولة للكرد، رغم بروز بعض الأصوات التي تخشى من مخاطر نشوب حرب أهلية تعرض المصالح الأمريكية للخطر. لا يبدو أن الولايات المتحدة تنظر إلى الاستفتاء كأزمة خطيرة متفجرة حتى اللحظة، هي تراهن على قناعة الطرفين طلب الوساطة الأمريكية لإيجاد مخرج للأزمة يحد من التصعيد. محمد كريم، واشنطن، الميادين. الناطق باسم الحشد الشعبي العراقي أحمد الأسدي أعلن أن الحشد لن يسمح بفصل إقليم كردستان عن العراق، وفي مقابلة مع الميادين قال إن العراق سيستخدم كل الوسائل لمنعه. نحن في الحشد الشعبي بالتأكيد لا نحمل ضغينة ولا نتحرك بردة فعل ولا نرغب أبدا بأن يحصل اقتتال ما بين المواطنين العراقيين أو ما بين الحشد الشعبي أو الجيش العراقي والبشمركة. بالتأكيد رسالتنا هي أننا لن نسمح لقادة الانفصال والتجزئة أن يأخذوا المواطنين الكرد بعيدا عن باقي إخوتهم من العراقيين. سنستخدم كل الأساليب والوسائل القانونية والدستورية والتي تحفظ الأمن المواطنين وتحفظ سلامتهم. لذلك كل من يهدد الكرد ويهول بالحرب نقول لهم لا، ليس هنالك حربا إن لم تكن حرب اضطرار مع قادة الانفصال، وهي بعيدة في الوقت الحالي. الحكومة أولا الحشد الشعبي جزء من المؤسسة الأمنية والعسكرية العراقية، لا يمكن أن يتحرك أي حركة لا باتجاه الشمال ولا باتجاه الوسط أو الجنوب أو أي اتجاه آخر إلا بقرار من القائد العام للقوات المسلحة، ليس موافقة فقط وإنما قرار من القائد العام للقوات المسلحة، والقرار واضح إلى الآن هو استخدام كل السبل القانونية ما دون المواجهة العسكرية من أجل استرجاع المواطنين الكرد من قبضة الانفصاليين وإعادتهم مرة أخرى إلى الوطن العراقي الموحد. الأسد أشار إلى دور إسرائيل في الدفع نحو انفصال إقليم كردستان عن العراق، وفي مقابلته مع الميادين أضاف بأن انفصال محافظات الشمال عن العراق يتعلق بالأمن القومي الإيراني والتركي والسوري فضلا عن الأمن القومي العراقي. الحكومة العراقية من واجبها التنسيق مع دول الجوار وخصوصا الدول المعنية بهذه الأزمة الكبيرة. مشروع استقلال أو انفصال محافظات الشمال العراق عن العراق هو لا يخص الأمن القومي العراقي فقط الحقيقة، وإنما يتعلق بالأمن القومي الإيراني والأمن القومي التركي بالإضافة إلى الأمن القومي السوري، وعليه لا بد من التنسيق بين هذه الدول على أعلى المستويات لمواجهة هذه الأزمة، خصوصا إذا رأينا وعلمنا وبشكل واضح أن هنالك دولة مارقة قد عانى المجتمع الدولي وعانت شعوب المنطقة من مروقها واستهتارها بالقيم وبالمبادئ الإنسانية، وهي إسرائيل حاضرة في هذا الاستفتاء وحاضرة في هذه الممارسة الغير قانونية ومستفزة للعراقيين ولشعوب المنطقة من خلال حضورها ليس الغير مبرر فقط، وإنما أي حضور للعدو الصهيوني في منطقة من مناطق العراق نحن نعتبره حضورا عدوانيا من إسرائيل، لا بد من أن نتخذ إجراءات لمنع استمرار هذا الحضور. نعود لضيفنا ثلاثة بعد تجديد الترحيب بهم من بغداد وواشنطن وأربيل، وسأعود إليك سيد جاي تيلر للدور الأمريكي الآن. احتمالات التصعيد قائمة حتى الآن، ما أشار إليه الأسدي بأنه موضوع انفصال الإقليم يهدد الأمن القومي ليس فقط بالنسبة للعراق وإنما أيضا لتركيا، إيران وحتى سوريا. إلى أي حد الولايات المتحدة الأمريكية قد تلعب على هذا الوتر، لأنه بطبيعة الحال هي مواجهة باتجاه إيران، وتحدث عن أمريكا ترامب الآن. أتفق على موضوع التداعيات الأمنية للقوى الإقليمية المحيطة بالعراق،
هناك أعداد كبيرة من الأكراد الذين يعيشون في إيران وتركيا في سوريا، أعداد حتى أكبر من الأعداد الأكراد في منطقة حكومة أقليم كردستان. فيما يتعلق بالولايات المتحدة ومحاولة الولايات المتحدة لتستفيد من هذا الوضع السياسي الداخلي بحيث ربما قد تكسب الولايات المتحدة أو تربح بعض الأوراق ضد إيران، أنا لا أرى أي سياسة أمريكية واضحة لتحقيق هذا الهدف بالوقت الراهن. يمكن أن نفترض أن نطرح هذا السؤال، ولكن لا أعتقد أن هذه هي السياسة الأمريكية. ربما يمكن القول أن هذا يفيد أو يأتي لمصلحة الموقف الأمريكي أو الهدف الأمريكي، بحيث تحاول أمريكا أن تقوم بفصل إيران عن منطقة البحر المتوسط، فصل إيران عن لبنان وسوريا. ولكن أنا لا أرى بأن هذه السياسة الأمريكية، كما ذكر بالتقرير قبل لحظات، السياسة الأمريكية تجاه الوضع في العراق، السياسة الأمريكية هي سياسة غامضة بشكل كبير، وهذه السياسة الغامضة موجودة منذ عام 2012. يجب أن نتذكر في عام 2012 الجيش الأمريكي انسحب من العراق، خرج وتوقف عن التدخل في السياسة الداخلية لبغداد أو السياسة الداخلية في أربيل. الجيش الأمريكي لماذا عاد بشكل من الأشكال؟ ولماذا هناك دور أمريكي بالقصف في العراق وسوريا؟ هذا يعود إلى سياسة غير غامضة بل سياسة واضحة. الهدف من هذه العودة الأمريكية الجزئية مساعدة الحكومات على الأرض، مساعدة هذه الحكومات على خوض معركة عسكرية ضد داعش. هذه السياسة الوحيدة الواضحة بهذه المرحلة. بالتالي أعتقد أنني أجبت على السؤال كيف يؤثر ذلك على العلاقات الأمريكية الإيرانية. العنصر الوحيد، النقطة الوحيدة التي لم نناقشها هنا، السعودية. إذا تحدثنا عن إدارة ترامب أو حكومة ترامب، دونالد ترامب كان موجود في العراق، في الرياض عفوا، وكان يرقص بالسيوف مع الأمراء منذ بضعة أشهر. أعتقد أن الأفعال هي أكبر من الكلام مع هذه الإدارة. ولكن وربما سيد تلر، ما تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تقول أن هذه الحكومات وخصوصا في العراق لا تستطيع أن تدير شؤونها، لا الأمنية ولا العسكرية ولا حتى السياسية من دونها. صحيح خرجت مرغمة، لكنها يعني ما زالت تحاول تتدخل فعلا في الشأن العراقي. بالعودة إليك سيد أو دكتور البرواري، بعد تجديد الترحيب بك دكتور البرواري، ماذا عساها أربيل أن تفعل الآن، خصوصا أن الأمر يأخذ أيضا منحة الصعيد، يعني في طلب تسليم المنافذ البرية للحكومة المركزية، وهناك رفض من أربيل. احتمال المواجهة بين القوات العراقية والبشمركة وارد؟ أولا التصعيد لا يأتي من أربيل، أربيل هادئة جدا. وتسليم المنافذ في الحقيقة موضوعان، يعني قلق المطارات جاء لتجريح الشعب ومحاصرته مهما جاءت الكلمات لتلطيف هذا الإجراء. أربيل لم ترفض، أربيل قالت أن معاهدة شيكاغو تحظر على الحكومات استخدام المجال الجوي لأسباب سياسية، والقرار الذي تم اتخاذه من قبل الحكومة ولم يتم اتخاذه من قبل هيئة العامة للطيران المدني، وهذا كلام قانوني ولا يحتاج إلى أن نضعه في إطار سياسي. وبغداد، أنا وزير آخر تصريح لوزير مواصلات في الساعة السادسة عندما كان في المطار، عند قالوا نحن نلتزم بالقرار وسنوقف الرحلات وأبلغ كافة الجهات، ولكنه يتصل تليفونا يوميا بوزير الاتصالات العراقي الذي يقول المسكين أنا أعرف أنتم على حق، ولكني لا أملك شيئا بيدي لأن القرار صدر من الحكومة. يعني نسلم ما أدري مطار نحمله ونوديه لبغداد في الحقيقة، يعني هذا أيضا لا، المطلوب دكتور برواري منافذ البرية، وتقول الحكومة العراقية بأنها منافذ عراقية وليست منافذ لدولة إقليم كردستان ويجب تسليمها. إقليم كردستان هو جزء من الدولة العراقية، يعني أيضا إظهار الإقليم كأنه جهة أجنبية، وما أشيع في الإعلام بأن قافلة من
قافلة تحركت للاستيلاء على المناصب. في الحقيقة هذا كلام مضر، لأن أي واحد ينظر إلى الخريطة يرى بأن المناصب تبعد 200 و300 كيلومتر عن سيطرة الجيش العراقي، يعني قافلة تتوجه. وكيف يجب أن نلتجئ للحوار؟ اسمح لي أن أقول كلمة حول إسرائيل إذا اسمح لي. تفضل. يشاع كثيرا أن وجود إسرائيلي، كلمة وجود إسرائيل، وجود إسرائيلي هناك موجود، سفارتان إسرائيليتان موجود في الدول العربية. أنا كشخص معروف رأيي، أنا عندي رأي معين. آخر من يستفيد من الدولة الكردستانية الموالية لأمريكا في الشرق الأوسط هي إسرائيل، وأول من سيحاول منع هذه الدولة هي إسرائيل، لأن إسرائيل عندها ستفقد موقعها وأهميتها الاستراتيجية. لماذا؟ كيف تجد هذه المقاربة؟ يعني بشكل سريع لأن الوقت شارف على انتهاء. يعني ببساطة، العرب يعتبرون اليهود دخلاء ومحتلين لأرضهم، الكرد موجودون قبل العرب في منطقتهم، هذا ينتفي. ثانيا يعني الكرد مسلمون، الكرد لهم علاقات جيدة مع شعوب المنطقة، لذلك أي دولة كردية لن تكون مرفوضة كما إسرائيل هي مرفوضة. وإذا كانت أمريكا ستجد في كما ونحن نسمع لحد الآن من أمريكا أن كردستان أثبتت أنها تقدم النموذج الذي تتمناه للشرق الأوسط، هناك تعايش، هناك تسامح، هناك قبول بالديالات الأخرى، مثل هذه الدولة ستكون مهمة جدا، وستكون أمريكا في حل عن الحرج الذي تلقيه. لذلك أرجوكم يعني خلينا نتكلم بمنطق. لا، هو المنطق الذي يقول دكتور البرواري أنه الجهة الوحيدة التي أيدت ورحبت بهذا الاستفتاء للانفصال هي إسرائيل، وأنه هناك علاقات مع يعني أربيل، وهناك عمل لجهاز الاستخبارات، وهذا بناء على تقارير نحن لا نتبناها، فقط هذه النقطة. يعني بالأمس كان معنا سيد وفيق السامرائي وتحدث عن وجود نشاط حتى الاستخبارات الإسرائيلية، هو قال ذلك والعديد من التقارير. لا، أنا فقط لتوضيح أنه ليس نحن من نتبنى ذلك، هذا طرح الموجود بالمعطيات. أنا لا أتهمك أنت، أرجوكم لا أتهم قناتكم. وفيق سامرائي كان مدير استخبارات صدام حسين وانشق عنه، مشارك في الأنفال وذهب يعني إلى إقليم كردستان العراق، وإقليم كردستان العراق احتوى وكان التنسيق معه، ومنه كان هناك الثورة التي ستنطلق لقتال صدام حسين آنذاك. ونحن نسقنا مع كل الذين عرضوا صدام حسين، ولا فقط ولا للتوضيح ولا يعني حتى لا نعطي معطيات مغلوطة. دكتور الشمري يعني يجلس في لندن وعنده معلومات، هذا والله عجيب. طيب دكتور الشمري، ما رأيك، نحن أمام التصعيد، ممكن أن نرى نوع من الاحتكاك، الاصطدام العسكري، لأنه بغداد سترسل وفدا وستستلم، يفترض القافلة العسكرية تستلم المنافذ، هل هناك إمكانية للاشتباك العسكري؟ يعني قبل الإجابة سيدتي دعني أوضح ما طرحه ضيفك السيد برواري، يعني على أن القرار هو قرار سياسي فيما يرتبط بالمطارات والمنافذ الحدودية، يعني هو قد لا يكون مطلع على أن القرار هو من اتخذه المجلس الوزاري للأمن الوطني، لم يتخذ هذا القرار إلا نتيجة خطر داهم على الأمن الوطني العراقي، ولذلك هو ليس قرارا سياسيا. أضف إلى ذلك الحكومة مدعومة من قبل البرلمان العراقي باتخاذ كافة الإجراءات التي يمكن من خلالها الحفاظ على وحدة الأرض. يعني الخطأ أو ما يدفع به الآن، وهو خطأ بكل الأحوال، ومحاولة تضليل الرأي العام على أن هذه الإجراءات هي لتجويع الشعب العراقي، وهنا أتحدث عن الكرد كجزء ومكون أساس من الشعب العراقي، هذا المفهوم خاطئ. هدف هذه الإجراءات هو الحفاظ على حقوق الكرد. الأمر الثالث فيما يرتبط بالمطارات والمنافذ الحدودية، هي إدارة، نعم سلطة الطيران المدني هي تمتلك الحق وأيضا مسيطرة على الأجواء هنا في المركز، لكن المشكلة تكمن بأن مطار أربيل ومطار سليمانية والمنافذ الحدودية تحولت إلى ممرات، إلى التهريب وإلى دخول عناصر وخروج عناصر مطلوبة للقضاء. أضف إلى ذلك الضرائب لا تذهب إلى المحكمة الاتحادية، عفوا إلى الحكومة الاتحادية، ولا بد أن تنعكس هذه الضرائب والإيرادات إلى أبناء شعبنا هناك في إقليم كردستان. لا أتوقع مواجهة، الحكومة وضعت خطط سيدتي في هذا الجانب ليتجنب المواجهة مع وجود انسيابية للبضائع. لذلك يعني قضية التجويع والدفع بهذا الموضوع وأن هناك حصار،
هذا لم يعد يعني فاعلا. نعم. وعملية طرحه أنا أعتقد أنه غير مقبولة وغير مبررة. كل شكر التزموا لك. بالدستور. نعم. وستعود حقوقكم. نعم. شكرا جزيلا لك دكتور إحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي، كنت معنا مباشرة من العاصمة العراقية من واشنطن. نشكرك جزيل الشكر سيد جاي تالر، وأنت محرر شؤون الأمن القومي في صحيفة واشنطن تايمز. كل الشكر لك دكتور عبد السلام برواري، وأنت العضو في قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، كنت معنا عبر الهاتف من أربيل. وفي ختام المسائية مشاهدينا اسمحوا لنا أن نذكركم بعناوينها. السيد سيستاني يدعو إلى الالتزام بالدستور وحفظ حقوق الكرد في العراق، فهل ينجح مجددا في تصويب المسار؟ حظر الطيران في إقليم كردستان العراق يدخل حيز التنفيذ، بغداد تقرر تسلم الحدود الدولية وحكومة الإقليم ترفض. الولايات المتحدة تعرض وساطتها بين بغداد وأربيل، هل تريد تنفيس الاحتقان أم تطويق الحكومة العراقية؟ دائما للمزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى مواكبة البث الحي للميادين، تفضلوا بزيارة موقعنا على الإنترنت الميادين.net، إضافة إلى موقعنا باللغة الإسبانية وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي. ودائما للمزيد من الأخبار على رأس الساعة. إلى اللقاء.